بينما الناس نائمون وعلى الفرش الوثيرة وبلذيذ النوم يستمتعون، إذا بهم وقد جاء الابتلاء والامتحان، حينما نادى المنادي من جنبات بيوت الله موجها دعوة من الله لعباد الله لزيارة بيت الله قائلا: حي على الصلاة حي على الفلاح، ومعلنا أن الصلاة خير من النوم. الصلاة وما هي إلا لحظات حتى سمعت أصوات أبواب بيوت تفتح، سيارات تتحرك، فذاك شاب جاء من هذه الناحية، وذاك شيخ أتى من تلك الجهة، وصوته المفعم بالإيمان يردد: أصبحنا وأصبح الملك لله. واجتمع في بيت الله شمل ثلة من عباد الله الصالحين، وصغار لا تكليف عليهم، ولكنهم تحت رعاية آباء عرفوا معنى المسؤولية وحملوا هم الرعاية، إنهم رجال الفجر. أولئك الذين أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم: حي على الفلاح يا أهل الفجر. ما الذي أيقظكم والناس نائمون؟ وما الذي حرككم والناس هامدون؟ وما الذي زهدكم في لذيذ الفراش؟ ما الذي أخرجكم من الفرش الوثيرة؟ أما والله لو شئتم لنطقتم ولصدقتم وقلتم: إنه الإيمان بالله. لو شئتم لقلتم ولصدقتم: أخرجنا من الفراش الوثير الطمع في موعود الرب القدير. أيقظنا وعيد الله على لسان رسوله بأن من نام حتى أصبح فإنما بال في أذنه الشيطان. لو شئتم لقلتم ولصدقتم، أيقظنا لصلاة الفجر إسلامنا. هنيئاً لكم يا أهل الفجر، دقائق معدودة قضيتموها وأورثتكم قيام ليلة كاملة، فمن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، فكأنما صلى الليل كله. أنا صلاة الفجر اليوم أشكو، ومن يا ترى أشكو؟ أشكو عبادا لله ينعمون بأمن في الوطن، وصحة في البدن، ورغد في العيش، بيوتهم ملاصقة للمساجد يسمعون حتى همس المصلين، ومع هذا إذا دعا داعي الله لا يجيبون. أنا صلاة الفجر أبث ومن خلال هذه الكلمات وعلى لسان كل خطيب وداعية وعبر كل إمام وواعظ، أنا أناشد المتخلفين عني، أناشد المتخلفين عني على أن تجد كلماتي آذانا صاغية وقلوبا واعية تخشى الله وتتقي. أنا يا عباد الله عند سلفكم كنت الميزان الذي يوزن به الرجال، فمن حضرني واتقوه، ومن غاب عني أساءوا به الظن. بالله كيف حال المتخلفين عني وقد ناموا ملء الجفون، وأغمضوا الطرف عن القيام للحي القيوم، كيف يقابلون الله وبما يردون على حساب أليم؟ انتبه أيها المتخلف عني، فالصلاة هي الخير في الحال والمآل، في الصحة والمال، في الدنيا والآخرة. كم من نائم يرتب أمره على موعد عمله لا موعد صلاته، وبالله هل سيبارك له في عمله وفي ماله وفي صحته؟ اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيعك
ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا
وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم